الأسواق العالمية وما يحدث بها يتحدث عنها سيد سركيس كبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك معنا سيد سركيس، شكرا على وجودك. يعني ما زال موضوع الانكماش مسيطر على أجواء المتداولين، ورغم ذلك عم نشوف تحديدا بالأسواق الأمريكية عملية التوجه يمكن للأسواق ذات العائد المرتفع. هل هذا يعني بأنه الأسواق بدأت تحتسب أنه الأسواق قد مر عليها وبالتالي بدأنا نتمركز على هذه الأسواق؟ بالفعل هنالك اعتقاد سائد في الأسواق المالية بأن الأسوأ من الانكماش الاقتصادي العالمي قد مر بالفعل خلال الربع الثاني من هذه السنة، حتى أن بيان الفائدة الذي صدر اليوم من البنك الاحتياطي الأسترالي أشار إلى هذا الموضوع تحديدا، حيث أنه تم الإشارة إلى أن الأسوأ في الانكماش قد مر، ورغم أن الضبابية ما تزال مستمرة في توقعات الاقتصاد العالمي، إلا أن المتداولين حاليا في تفاؤل، خصوصا مع عدم استجابة الحكومات لتسارع انتشار فيروس كورونا، بل أن الحكومات ما تزال تتخذ إجراءات ربما تميل أكثر إلى فتح الاقتصاد بشكل أكبر، ولم نرى إعادة إغلاق اقتصادي أو إجراء عمليات حجر واسعة قد تتسبب في عودة الضرر الاقتصادي حتى مع تسارع فيروس كورونا. وهذا كله أيضا يرافق خطط تحفيزية هائلة من البنوك المركزية حول العالم، فالعديد من البنوك المركزية تحتفظ بأسعار فائدة متدنية جدا بل قياسية، والفيدرالي الأمريكي على سبيل المثال يقدم العديد من برامج التحفيز المتنوعة التي تشمل سياسات التيسير الكمي والنقدي وإقراض الشركات وأيضا التدخلات وتحفيز أسواق الريبو وغيرها الكثير، مما يعني تدفق سيولة بالتريليونات نحو الاقتصاد العالمي. وهذا كله يدفع المتداولين للتوجه نحو أسواق العائد المرتفع عندما تحين الفرصة لذلك. وما بعض الهدوء الذي حصل في شركات التكنولوجيا الأمريكية والعديد من الشركات حول العالم، فنلاحظ بأن المتداولين عادوا للتوجه نحو أسواق العائد المرتفع والتي منها أيضا أسواق الأسهم، وكما لاحظنا يوم أمس ارتفاعات ملموسة في مؤشرات الأسهم الأمريكية، تبعها هذا اليوم أيضا ارتفاع في مؤشرات الأسهم الآسيوية، ويبدو أننا حاليا نعيش في فترة لا أستطيع أن أقول بأنها ثقة لكنها حالة ارتياح وتوجه نحو أسواق العائد المرتفع مع آمال تعافي تدريجي في الاقتصاد العالمي مع السياسات من البنوك المركزية والتحفيزات الاقتصادية من الحكومات، مع انتظارنا أيضا لاحتمالية خطة تحفيزية جديدة من الحكومة الأمريكية. نعم، طيب الدولار يعني سركيس إلى أي مدى رح يواجه مزيد من الضغوطات، وخصوصا مع هذه السيولة الضخمة اللي ممكن أنه يتمها ضخها بالأسواق خلال هذه المرحلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وأيضا الحكومة؟ يعني كيف نرى، هل أمامه مزيد من الضغوطات للفترة المقبلة على المدى المتوسط؟ بالفعل بدأ المتداولون الآن يراقبون السياسات النقدية والمالية في البنوك المركزية إن كان في الولايات المتحدة أو في العالم أجمع، وتحديدا من الفيدرالي الأمريكي والحكومة الأمريكية، ضخ سيولة هائل للأسواق والاقتصاد، وهذا كله يدفع المتداولين للاعتقاد بأن القدرة الشرائية للدولار سوف تنخفض. ولو قارنا ذلك بنسبة التضخم الحالية في الولايات المتحدة رغم أنها منخفضة جدا بحسب مؤشر سعر المستهلك عن 0.6%، لكن هذا بارتفاع من مستوى 0.1% قبل بضعة أشهر، وهذا أيضا يعطي توقعات بأننا أمام احتمالية مرحلة جديدة من الارتفاع في مستويات التضخم، وإن لم ترتفع لمستويات مرتفعة جدا، لكن حاليا نلاحظ أن أي ارتفاع في التضخم ربما سيسبب تضرر في القدرة الشرائية بشكل كبير. لماذا؟ لأن سندات الحكومة وأيضا السندات المرتبطة بالتضخم عوائدها منخفضة جدا، وبذلك أي ارتفاع في مستويات التضخم سوف يؤذي القدرة الشرائية للدولار. من هنا يفضل المتداولون التوجه نحو أسواق عائد مرتفع أو أيضا حتى لو كانت استثمارات مباشرة وأسواق المعادن الثمينة أيضا، ويتوجهون نحو الذهب على سبيل المثال لحفظ القدرة الشرائية للنقد، وبالتالي الدولار الأمريكي ربما سيبقى يعاني من ضعف إجمالي حتى لو شاهدنا بعض التصحيحات الصاعدة بين الحين والآخر كما حصل يوم أمس كعمليات جني أرباح، مجرد جني أرباح طبيعي، لكن الاتجاهات الهابطة للدولار ربما ستستمر خلال الفترة القصيرة القادمة على الأقل. نعم، هل هذا يعني بأنه الذهب سيواصل المكاسب، لأنه نحن نعلم أنه العلاقة عكسية اليوم ما بين الدولار وكذلك الذهب؟ سركيس، هل بعد مواصلة مستويات $2000 ممكن نعود نختبرها من جديد وقد نتخطاها برأيك مع ضعف الدولار؟
بالفعل مستويات ال 2000 دولار لم تعد ببعيدة الآن، بل نحن ننتظر في أي لحظة أن يلامس سعر الذهب مستويات ال 2000 دولار. ضعف القدرة الشرائية ليس فقط في الدولار بل في أغلب العملات في العالم، وذلك بسبب توجهات البنوك المركزية مجتمعة. فلا نقارن هنا أسعار الصرف ما بين الدولار والعملات الأخرى، لكن نتحدث عن القدرة الشرائية للنقد نفسه كاليورو والدولار والين الياباني وغيرها. والمتداولون وأيضا العديد من الجهات بحاجة لحفظ القدرة الشرائية أو تقليص تأثير انخفاض القدرة الشرائية، والذهب حاليا يستفيد من ذلك بشكل كبير. فمستويات فوق ال 2000 دولار ربما ستكون متاحة، لكن هنالك بعض الملاحظات التي تحصل، وهي أن أسواق العقود الآجلة تشهد عمليات جني أرباح بين الحين والآخر، وهذا أيضا يشمل عمليات جني أرباح في عقود أخرى مثل عقود الفروقات تؤثر على الأسعار الآنية للذهب، وهذا ما حصل بالفعل مع بداية هذا الأسبوع بعد ملامسة مستوى قياسي جديد. لكن لو لاحظنا بأن التصحيحات ما تزال محدودة جدا، إذ أن أي تصحيح يحفز موجة شرائية جديدة، وكل هذه الظروف تدعم احتمالية استمرار ارتفاع أسعار الذهب وربما أيضا لمستويات فوق ال 2000 دولار للأونصة الواحدة. نشكرك تركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي جروب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.